كيمشي ليا التنفس نقدر نموت في اي لحظه. ما خلاوناش حتى نمشيو غير للصيدليه. علاش هاد التنزيل الامني كامل؟ علاش هاد القمع؟ هاد القوات ديال الامن اللي جايه كتحضر 15 استاذ دايرين وقفه، خاصها تمشي للبؤر اللي فيها الجريمه، خاصها تحارب الارهاب ماشي تحاربنا حنا. حنا ما عندنا لا اسلحه لا سيوفه لا 17 لا 14 لا حتى شي حاجه. ما انفصالين ما ارهابيين. مطلب واحد، ما باغيش حركه انتقاليه، ما بغيناش المطالب تجزات. ولي نطالبوا اما بحركه انتقاليه اما نطالبوا بافراج على المناضلين. مطلب واحد اللي عندنا هو الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه. نطالب بالادماج في اسلاك الوظيفه العموميه. وتحيه نضاليه لجميع الناس اللي حضروا في هذا الوقت. تحيه نضاليه عاليه لجميع مناضلي ومناضلات التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد في ربوع هذا الوطن الجريح. هذا الشكل النضالي ياتي امتدادا للبرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، والداعي الى تسطير برامج جهويه في ربوع هذا الوطن الجريح. هذا الشكل ياتي امتدادا للبرنامج النضالي. نريد من خلاله ايصال رساله قويه للجهات المسؤوله على ان استدعاءاتهم الكيديه المناضلين التنسيقيه في ربوع هذا الوطن الجريح او لا انزالاتهم ربع هذا الوطن الجريح لن تثنينا عن تحقيق الهدف المنشود الذي سطرت التنسيقيه لاجله، الا وهو اسقاط مخطط التعاقد المشؤوم وادماج كافه الاساتذه دون قيد او شرط في اسلاك الوظيفه العموميه. والعثمانيه هيا ونرفع شعر